كيفية علاج الهالات السوداء. تعد مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تؤرق المرأة، حيث تتشكل هذه الهالات تحت العين كلون غامق مختلف عن لون البشرة. وحالياً يعاني الكثير من الشباب والنساء من هذه المشكلة، وذلك لأن البشرة حول العين تكون رقيقة جداً وحساسة، ولهذا وفي أغلب الأحيان يفقد الجلد رطوبته مقارنة بأجزاء أخرى من الجسم، وذلك نتيجة الإجهاد، الشيخوخة، نقص الحديد، قلة النوم، كثرة الجلوس أمام التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر، وكذلك التعرض للشمس لفترة طويلة. كل ذلك يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور الهالات السوداء. فعليك العمل على تغيير نمط حياتك اليومي والمحافظة على نظام غذائي جيد، وكذلك الاهتمام بشرب السوائل. زيت اللوز الحلو للقضاء على الهالات السوداء. يعمل زيت اللوز كعلاج منزلي جيد للحد من الدوائر السوداء بدلاً من استخدام كريمات العين والذهاب لجراحة العيون، فهو غني بالفيتامينات المغذية ويمكن استخدامه لعلاج العديد من مشاكل الجلد. المصادر التي يحتويها زيت اللوز الحلو: يحتوي هذا الزيت على مصدر كبير لفيتامين إي والدهون الأحادية غير المشبعة التي تستخدم في المنكهات ومستحضرات التجميل والأغراض الطبية، بما في ذلك إزالة الهالات السوداء حول العينين، وكذلك علامات التمدد والندوب والتجاعيد وما إلى ذلك على الجلد، حيث يعتبر زيت اللوز من المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح لون بشرتك حول عينيك. كما أنه يحتوي على مصدر ممتاز لفيتامين كي الذي يساعد على تحسين تخثر الدم وانخفاض ظهور الهالات السوداء أو الداكنة، بالإضافة إلى تغير لون الجلد حول عينيك. ويحتوي أيضاً على ريتينول وحمض البالمتيك الذي يعمل كمرطب رائع، مما يزيد من رطوبة الجلد لجعل بشرتك أكثر نعومة. طريقة الاستعمال: خلط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو وتدلكن بلطف حول العينين قبل النوم، يمكن أن يعطي نتائج كبيرة في الحد من الدوائر السوداء من خلال استخدامه كل يوم، ويمكن استخدامه على الجلد لمحاربة الالتهابات الفطرية والبكتيرية وكذلك الأرق وتشنج العضلات، كما أنه سيزيد الدورة الدموية ويعطي نتائج مذهلة. وأخيراً يجب الحذر في استخدامه بشكل كبير، حيث ينص دستور الأدوية البريطاني على أنه يجب أن يخلط قطرة واحدة منه إلى نحو 30 مللتر من زيت آخر قبل استخدامه، وينبغي على الحوامل والأطفال تجنب استخدامه تماماً.